مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى جامعة سيدة الويزي ذو مصباح لمتابعة وقائع تأسيس الجامعة تحت عنوان الرئاسة الشاملة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. صلاة الافتتاح مع قدس الأباتي مارون الشدياق الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة. The opening prayer with Abbot Marun al-Shidyaq, Superior General of the Maronite Order of the Blessed Virgin Mary and President of the Supreme Council. أرجو منكم الوقوف للصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيتها العذراء الأم مريم اللويزة الساهرة، معك نسبح الآب الحنان مبدأ الكون ونور كل حي، ونبارك الابن المخلص الفادي رجاء البشرية والتاريخ، ونسجد للروح القدس الباراقليط وواهب الحياة الحق والممجد. ننضم إلى أجواق من يرافقونك لنسجد للثالوث الأقدس، طالبين منه لنفوسنا ملء الإيمان والرجاء والمحبة، لعائلاتنا الثبات في النقاء والوحدة أمام حيل المجرب المهلك، لمجتمعنا السلام الفاعل مسبب الطوبى لأبناء الله، لوطننا التجدد الواعد رغم حالة مقوماته الهرمة والمريضة، ولرئيس الجمهورية دوام الصحة والنعمة ليتم الشوط في خدمة لبنان وشعبه وأرضه واستقلاله وسيادته وصون الحرية المسؤولة فيه، ولجامعتنا الحماية من وثبات الظلمة القاتمة، لينتصر فيها قلب ابنك الأقدس وقلبك كلي الطهارة، فتتابع رسالتها شهيدة للحياة مدافعة عنها مؤصلة في قيم الإنجيل كجامعة كاثوليكية أمينة. انظري إلى جميع الحاضرين ها هنا في جامعتك، جامعة سيدة الويزي، تعطفي عليهم باهتمامك الأمومي فيعيش ارتداد القلب ويتزين بالمحبة ويسعى في الاستقامة والحقيقة ويخدم الإنسان، كل إنسان وكل الإنسان، متشبهين بك إذ يصلون فليكن لي بحسب قولك، ويعظم الرب مبتهجين في الزمن نحو أبد ممجد معك. آمين. كلمة الافتتاح مع عريف الحفل الأستاذ ماجد بوهدير مدير الشؤون العامة والبروتوكول. The welcome address by Mr. Majid Bouhadir, Director of Public Affairs and Protocol at NDU. فخامة رئيس الجمهورية العماد الدكتور ميشيل عون راعي هذا اللقاء ممثلاً بمعالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ منصور بطيش، فخامة رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين الجميل، دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بسعادة النائب مصطفى الحسيني، دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بسعادة النائب ديما جمالي،
حضرة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بوتصراع الكلية طوبة ممثلاً بالنائب البطريركي صاحب السيادة المطران حنا علوان سامي الاحترام، غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الكلية طوبة ممثلاً بسيادة المطران كوستا كيال، أصحاب السيادة ممثلي أصحاب الغبطة والطوائف والأباء ممثلي أصحاب السيادة السامي احترامهم، قدس الأباتي مارون الشدياق السامي الاحترام الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة سيدة الويزي وأعضائه الكرام، قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات وممثليهم، سماحة الشيخ نعيم حسن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروس ممثلاً بفضيلة الشيخ نزيه صعب، أصحاب المعالي والسعادة وممثلي رؤساء الأحزاب، أصحاب السعادة السفراء، الشخصيات الدبلوماسية، الروحية، السياسية، العسكرية، القضائية، الحقوقية، البلدية، النقابية، الأكاديمية، الإعلامية، حضرة رؤساء الجامعات الزميلة وممثليهم، السادة رؤساء المدارس وممثليهم والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، حضرة الأب بيير نجم رئيس جامعة سيدة الويزي ومجلس أمنائها ومدراء فروعها وعمدائها، أساتذتها، مدرائها، أسرتها، طلابها الحاليين والخريجين الأعزاء، أيها الحضور الكريم، منذ عام بالتمام والكمال منحت رئاسة الجمهورية رعايتها احتفالية ذكرى تأسيس جامعة سيدة الويزي التي تخوض غمار رسالة رحلة بناء الإنسان منذ 300 سنة وربع قرن ولا تزال حتى يومنا هذا وأفق امتداد. أما منذ 365 يوماً حضر إلى هاهنا رمز وحدة اللبنانيين والمؤسسات ووضع هذه الاحتفالية في مرحلة ما بعد، فكانت الرئاسة الجامعة التي رعت مبادرة إطلاق حملة التوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا وتأسيس الهيئة الوطنية الخاصة بها التي سوف تبصر النور رسمياً اليوم، نور سوف ينبعث أيضاً من مبادرة جديدة ألا وهي الدمج، أخذت الأنديو على عاتقها أن تطلقها، وهذا كان عهدها أمام من حملها المسؤولية الكبرى بأن تلعب دورها المطلوب منها في خدمة الوطن بشمولية حقة. إلى فخامة الرئيس من عمق كياني هذا الصرح ومع الكرام الذين وفدوا إليها اليوم وفي خضم انطلاقة مئوية لبنان الكبير الذي أراده رئيس البلاد على حجم الوطن ومن على سفح وادي التاريخ الذي تعتليه جامعة مريم، التحية مدوية نرسلها إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد الدكتور ميشيل عون. أما التحية الآن فلها خصوصية كبيرة، لأن صداها سوف يخترق وجدانات تسمع بذبذبات القلب والروح، تتقد في كيانات طلاب لويزيين حاليين وخارجين يندمجون على هذا المسرح مع عائلة الإدارة العليا لجامعة سيدة الويزي ومجلس الأمناء والعمداء. طلابنا هم خير مثال صارخ ومتجسد عن مبادرة الدمج اليوم. قد يكون في سماعهم خلل لكننا لهم الأذن، قد يكون في بصرهم خلل لكننا لهم العين، قد يكون في تنقلهم خلل لكننا لهم الساق، قد يكون في عصبهم خلل لكننا لهم الوتر. أيسمعي أيتها الأذن، وانظري أيتها العين، وسيري أيتها الساق، وارتح يا أيها العصب، ليس هم أصحاب الإعاقة وليس هم للاحتياجات الخاصة عنوان، بل
إنهم للإرادة الصلبة عنوان، للرجاء المفعم مكان، لحب المثال وللحياة مثال. هنيئاً لكم ولأهليكم ولجامعتكم ولجميعنا شهادتكم، تستاهلوا أقوى زقفة حب وافتخار. هون بدي حيي أصدقاء للجامعة انضموا لإلنا على المسرح تيكونوا عم ينقلوا كل شيء عم بيصير بلغة الإشارة. بدي حيي زميلتي جوال بعيني من مؤسسة الإصغاء ليكوت، من جمعية الإصغاء ليكوت بترأسها بيرجو ماري شامي يلي شفتوه بأول بالبداية، ورح يكفوا معنا طيلة هالاحتفالية. لكل الموجودين بالصالة واللي عم يتابعونا عبر الشاشة يكونوا عم يعرفوا بالتحديد شو عم بيصير بهالاحتفالية دهيدي. مع إطلاق صفارة الشروع بالتحضير لمبادرة حملة التوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا وتأسيس الهيئة الوطنية الخاصة بها، كانت خلية نحل متكاملة. ملكة قفيرها كانت التصميم على تحقيقها، وهكذا كان. تضافرت الجهود، تعاضدت وتكاتفت، انشبكت السواعد، وتم التواصل مع أكثر من 60 فئة مجتمعية تضم باختصار كل الوطن. الشكر لهم لتجاوبهم، والشكر للمنسقين المعينين من قبلهم الحاضرين اليوم فيما بيننا، وأخص بالذكر من كانت في القصر الجمهوري داعمة وحاضنة ومتابعة لحرص الرئاسة على تحقيق الإنجاز. عنيت بها السيدة ميشيل فينيانوس، مديرة مكتب اللبنانية الأولى ورئيسة مكتب النشاطات وخريجة الانديو الحاضرة فيما بيننا. شكرا لك ميشيل. نتابع وإياكم الآن فيلما مصورا يضيء على ما تقدم. لما تأسست جامعة سيدة لويزي ببركة وشاح أم بتظللا، حطت ضمن أولويات الإنسان لتصقله وتنميه بالنعمة والحكمة والقامة، وعلى قيم بيحملها بقلبه وين ما راح كختم ثقة. انطلاقاً من دور المجتمعي، قررت الانديو بذكرى تأسيسها من كل سنة تاخد على عاتقها مبادرة مجتمعية لتترك بصمة مش بس بحياة طلابها سفر المستقبل، ولكن البصمة كمان على المحيط اللي موجودة فيه. هالمبادرة المجتمعية حملت اسم الرئاسة الجامعة يلي بتجمع كل فئات المجتمع. انطلقت السنة الماضية برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. سوا أطلقنا الصرخة حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، استناداً لأبحاث صادرة عن جامعة سيدة لويزة. بلشت بال2008 مع الدكتور نظير حاوي، وانضمت لإله الدكتورة مايا سماحة روبرت عام 2012. بفترة زمنية قصيرة وضعت هالأبحاث الجامعة على الخارطة العالمية، حيث لقت 900 citations أو اقتباس، ومن وقتها بلش الشغل مثل خلية النحل. تم إنشاء مركز إنتا Institute for Internet and Technology Addiction للتوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، مؤلف من أعضاء الجسم التعليمي، من علم نفس، تربية، صحة وقانونيين، لأنه المركز رح يشتغل على استصدار قانون بيرسم الحدود اللازمة لعدم الاستعمال المفرط للإنترنت والتكنولوجيا. لقت هالمبادرة أصداء إيجابية وتفاعل، حيث تابعنا العمل المكثف وبلشنا نبني جسور التواصل ونخطط لإطلاق حملة وطنية إعلامية شاملة وتأسيس هيئة وطنية بتضم المرجعيات الروحية، الوزارات المعنية، الأجهزة الأمنية والعسكرية، الجامعات، المدارس، الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، النقابات، الأحزاب وغيرها. أول لقاء كان مع شركة كليمانتين يلي ما تردد لحظة الأستاذ جورج نجم يكون شريك أساسي بالحملة. اشتغلنا على الناحية الإبداعية من خلال اجتماعات متعددة ومكثفة، حيث بدلنا الأفكار إن من ناحية الإعلانات المصورة أو الملصقات، وبشرنا وصولاً لنتاج بيلمس كل حدا منا. الفئات يلي تم تناولها هي خطورة التكنولوجيا لضبط السلوك، الإدمان على الألعاب الإلكترونية،
والإدمان على الهواتف الذكية يلي بتضاعف المشاكل العائلية. ولما كل المواد صارت جاهزة، شرعت وزارة الإعلام أبوابها لإطلاق الحملة الإعلامية الوطنية بحضور معالي الوزير جمال الجراح ومشاركة كل المعنيين والشركاء. وضعت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها بتصرف الجامعة ليوصل الصوت أسرع وتكون الحملة التوعوية شاملة وهادفة. أنت سيطر على حياتك. الحملة الوطنية للتوعية حول الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا. الشكر لكل المؤسسات الإعلامية والإعلانية وشركات الإنتاج يلي آمنوا بالقضية وحطوا إيدهم معنا لإنجاح الحملة. وهيك بتعيش جامعة سيدة الويزة رسالتها ودورها يلي ما بيقتصر على التعليم فقط، بل على التنشئة، توعية والإرشاد لمواطنة مستنيرة بتشع بالعالم وين ما راحوا طلابها. اليوم منطلق الورشة المستدامة مع أنت، ومنفتح صفحة جديدة عنوانها دايماً الرئاسة الجامعة بمبادرة جديدة هي الدمج، وأهداف سامية تاخد زخمة ورونقة من قلوب شباب وصبايا نابضة. سوا منشكل فرق ومنضوي شمعة أمل بقلب لبنان. عندما وضع نصب عينيه الهدف كان التصويب واضحاً، أن تلعب جامعة سيدة الويزي دورها المتكامل من بناء الإنسان بكليته إلى بناء المجتمع ككل وخدمته على مساحة الوطن العربي. وخير مثال ما تبعناه الآن وما سوف نتابع والآتي أعظم، مبادرات مستدامة، فرق عمل متخصصة، التزام حتى العظم، انتماء حتى البذل، يقابلها بإكليل واحد عماده الثقة. هو رئيس جامعة سيدة الويزي الأب بيير نجم. الشخصيات المرموقة والوجوه الطيبة، أسماؤكم العزيزة التي ذكر الأستاذ ماجد من الناحية البروتوكولية أعتمدها بحرفية ومحبة قلب. من عمق قلبي أرحب بكم في جامعتكم، في بيتكم. أيها الحضور الكريم، وأما أنتم فتغنون أغنية كما في ليلة الاحتفال بعيد، ويفرح قلبكم كفرح من يعزف بالناي، يقول أشعيا النبي. هو عيدنا اليوم، عيد جامعة ولدت من قلب الكنيسة، شاءها الرب أداة خدمة، أخذها من ضلع رهبانية جاء مؤسسوها ليختلوا بالرب في وادي القديسين ولينشروا العلم حيث ما حلوا. هو عيد جامعة كبرت بنعمة الله، اتكلت على عنايته وعلى تعب آلاف من وجوه مرت وخدمت وعلمت وبشرت في حناياها. منهم من هم اليوم بيننا، ومنهم من صار في قلب الآب يصلي لجامعته. ولا يسعني إلا أن أستذكر من كان لهم الفضل في قيام هذا الصرح التربوي، من رؤساء عامين سابقين ورؤساء سابقين، وعلى رأسهم غبطة أبينا البطريرك بشار الراعي، وكل من كان له فضل في نشأة الجامعة. وأحيي هنا فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الشيخ أمين جميل الحاضر بيننا، الذي دعم الجامعة وأصدر ترخيصها وكان من أعضاء أمنائها. نرفع الشكر للرب اليوم على نعمته، نجتمع اليوم لنقول أمامه: ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك
أعطي مجداً. وجودنا هنا نريده مجداً لاسمك، جامعتنا نريدها أداة لحمدك، خدمتنا هنا نريدها تجسيداً لحضورك، فأعطنا أن نكون أهلاً لثقتك. انطلاقاً من هويتها المارونية الكاثوليكية، وضعت جامعة سيدة الويزي منذ تأسيسها نصب عينيها خدمة الإنسان بتكامل أبعاد إنسانيته، وسعت إلى أن تكون دوماً رائدة في حقل التعليم العالي. جامعتنا وبدفع من أمها الرهبانية المارونية المريمية سارت منيرة لمشاعل كثيرة من الإنجازات، كحيازتها الاعتماد الكامل على صعيد المؤسسة من أعرق المؤسسات المانحة للاعتماد المؤسسي نيتشه، إيماناً منها بواجبها بأن تضمن لطلابها أن ما تقدمه لهم هو الأجود، لا محلياً فقط بل على صعيد عالمي، ولكيما تسهل لهم إمكانية الولوج إلى أسواق العمل بنجاح وتميز. وبموازاة هذا الاعتماد المؤسسي تصر جامعتنا على نيل الاعتماد تلو الآخر لبرامجها وكلياتها من أفضل المؤسسات المختصة، ضمانة منها لطلابها أن برامجنا هي الأجود والأحدث. إلى جانب تقديم أجود العلوم وأفضل الخدمات لطلابها منذ دخولهم أبوابها وإلى ما بعد تخرجهم، تؤمن الجامعة أيضاً أن دورها المجتمعي هو أيضاً عنصر نجاح يميزها، وعبره تحيا جزءاً أساسياً من رسالتها في أن تكون في خدمة الإنسان، كل إنسان، وأن تسهم في تطوير المجتمع الذي تحيا فيه وتخدمه. من هذا المنطلق تنشط الجامعة عبر أبحاثها وباحثيها في المساهمة في تقديم حلول لمشاكل باتت تزعزع استقرار مجتمعنا وبيئتنا. لذلك نشطت الجامعة في المساهمة في وضع دراسات واقتراح حلول لمشكلة التلوث التي تعاني منها منطقة كسروان، كما وقعنا اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للسلامة المرورية والذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري لنكون جهازه البحثي والعلمي، لنضع طاقاتنا وأبحاثنا في خدمة هذا المجلس علنا نسهم في إيجاد حل لهذا النزف القاتل الذي يودي بشباننا وطلابنا على طرقات الموت. لقد أطلقنا العام الماضي مبادرة مجتمعية عنوانها التوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، ولأن مبادرات جامعة سيدة الويزي لا تبقى دون نتيجة ومجرد حبر على ورق، قمنا بتأسيس مركز مكافحة الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا Institute for Internet and Technology Addiction INTA، وذلك بهدف البحث ونشر الدراسات والتوعية وتدريب العاملين في قطاع التعليم والتربية، كما أطلقنا الشهر الماضي حملة توعوية إعلامية على مساحة الوطن تحت عنوان أنت سيطر على حياتك، بدعم من وزارة الإعلام وعلى رأسها معالي الوزير جمال الجراح الذي أحيي وأشكر، إضافة إلى جميع المؤسسات الإعلامية الصديقة التي نقدر. كما شكلنا الهيئة الوطنية للتوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا، تضم كافة الفئات المجتمعية من القطاعين العام والخاص، لنعمل معاً على مكافحة هذا الخطر الذي بدأ يضرب الخلية الأساس التي يقوم عليها مجتمعنا العائلة. يفرحني اليوم أن أعلن رسمياً عن ولادة هذه الهيئة الوطنية التي لولا دعم ورعاية الرئاسة الأولى لها منذ اللحظة الأولى ما كانت لتبصر النور، دعم أثمر تجاوباً مطلقاً من الفئات التي ذكرت والتي تنطبع أسماؤها الكريمة على الشاشة أمامكم. وهذا العام مبادرة جديدة وتحدي جديد وصرخة جديدة نطلقها أيضاً وعنوانها الدمج. نعني بالدمج في الإطار التربوي والأكاديمي فلسفة تربوية تدعو إلى إتاحة المجال للفرد بصرف النظر عن العرق والدين والجنس وعن أي حالة استثنائية أو تحديات أو احتياجات خاصة لديه، لأن ينخرط في إطار صف عادي
ويحصل على كل دعم لازم لتسهيل وصوله ليس جسدياً إلى قاعة الدروس فحسب، بل إلى المعلومة التي يتلقاها أي طالب في حياته المدرسية أو الجامعية بشكل طبيعي. بالموازاة، أتى توجهنا هذا من منطلق التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الأهداف الستة المرتبطة مباشرة بموضوع الدمج. إذن هي مقاربة تربوية تهدف إلى تمكين الطالب من عيش الانتماء إلى الجماعة التربوية، ليتاح له التوصل إلى تحقيق أهدافه الأكاديمية وعيش العلاقات الاجتماعية في حرم المدرسة أو الجامعة عبر الاحتكاك اليومي والدائم مع أطرابه. هدف الدمج يكمن في أن يشعر الطالب بانتمائه إلى الجماعة، وفي أن حاجاته الخاصة وتحدياته التعلمية أو الجسدية هي في صلب اهتمام الجسم التعليمي والإداري والطالبي أيضاً، فيتأمن لكل طالب المرافقة الخاصة والشخصية دون الحاجة إلى عزله عن الجماعة. يحتاج الدمج إلى إعادة النظر في وسائل التعليم وأساليبه من أجل تأمين احتياجاته الخاصة مهما كان نوعها. على كل طالب أن يحظى بالاهتمام الخاص وأن يعامل كشخص، كإمكانية، ككرامة، لا كمجرد حالة أو عدد بين متشابهين. الدمج والتعليم العالي. لطالما كان الكلام على الدمج في الإطار الأكاديمي يهدف إلى تفعيله في إطار المدرسة أو أقله في الصفوف الابتدائية، ولكن العقد الأخير شهد على كلام ونقاش حول أهمية استكمال الدمج التربوي والبحث في أطره وفي آليات تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي أيضاً. إن اعتماد الدمج التربوي في الجامعات يتطلب مجموعة من القرارات الاستراتيجية للعمل على جعل المؤسسة أكثر تعددية وتنوعاً في كل نواحي التعليم والتعلم، ولتسهيل الولوج إلى المعلومة وبناء شبكة تواصل فعالة بين الأطراف جميعاً. إن تأمين التدريب الملائم للجسم التعليمي والإداري من أجل تحسين فعاليتهم يمكن العاملين في خدمة الطالب من تأمين الخدمة الأفضل بطريقة مشخصنة وكل بحسب حاجته. إلى جانب هذا، يبقى العمل على المباني أمراً أساسياً من ناحية تسهيل تنقل الطالب ذي الاحتياجات الجسدية الخاصة والصعوبات البصرية، ومن ناحية تسهيل وصولهم إلى المعرفة والمعلومات وإلى محتوى التعليم. كل هذا يتطلب جهوداً حثيثة، إما من ناحية الإدارة التي لابد أن تجري التعديلات المناسبة لمبانيها، وإما من ناحية الجسم التعليمي لكي يعمل على إعداد محاضراته وتقديمها بطريقة لا يبقى أي طالب فيها مهمشاً، فيتاح لكل طالب مهما كانت احتياجاته اختبار مغامرة التعليم العالي، وتتاح للجميع فرصاً متكافئة، كل بحسب احتياجاته ليحصل على أفضل العلوم، وتتاح لهم إمكانية ولوج سوق العمل. ولكي ما ننجح في هذا التحدي، لابد من سن قوانين وتشريعات وسياسات وإجراءات، وإعادة النظر في القوانين الحالية لتقدر على مجاراة حاجات العالم المعاصر وتقدمه السريع، فيتاح لكل الفئات التي تعاني اليوم من أي نوع من أنواع التمييز أو العزل إمكانية الوصول إلى التعليم العالي إذا ما توافرت لديهم المؤهلات المطلوبة. الدمج وجامعة سيدة الويزي. إن جامعة سيدة الويزي، وانطلاقاً من رسالتها الأكاديمية وإيماناً منها بواجبها المجتمعي من أجل تطوير مجتمعنا وبناء الإنسان فيه، تخوض اليوم مغامرة الدمج التربوي. هذه المبادرة نطرقها ونمد اليد إلى جميع القوى الفاعلة في وطننا من مؤسسات عامة وقطاع خاص، لا سيما قطاعي التربية والتعليم العالي. وبأمانة لتعليم الكنيسة الكاثوليكية الاجتماعي، ندعو مكونات المجتمع لنطلق معا ورشة عمل على نطاق الوطن، فنفكر معا وندرس السبل الفضلى لتطبيق فلسفة الدمج الأكاديمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
القادرين إذا ما عدلنا وسائلنا أن ينخرطوا في البرامج التعليمية وينجحوا بها. ولإتمام هذا لا بد من وضع استراتيجية متكاملة تنطلق من تأهيل الأرضية اللازمة عبر تدريب الجسم التعليمي وتوعية الأهل ومرافقتهم وخلق الإطار الحيوي المناسب وتأهيل البنى التحتية في مؤسساتنا التربوية، ولكن الأهم هو أن نقوم بانقلاب جذري على نظام تربوي اعتدنا عليه، نظام قدم التعليم الأجود لطلابنا ولكن ليس لهم جميعاً بل لقسم أكبر منهم، بينما أرغم القسم الآخر على البقاء خارج الإطار التربوي أو جمعوا معاً في إطار صفوف متخصصة لم تثبت الأيام دوماً جدواها في تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة أو تأهيلهم للحياة العملية. إن المنافسة بين المؤسسات الأكاديمية والسعي إلى التميز من ناحية نسبة النجاح والتفوق بين طلابها قد تدفع ببعض الإدارات إلى السقوط في فخ النخبوية والانتقائية التي تعطي الأولوية لنسبة نجاح طلابها وتميزهم في الامتحانات الرسمية، فتقبل وتحافظ على من هم مشروع نجاح وتميز فقط، وتتحاشى قبول من هم دون مستوى معين، وغالباً ما يكون ذوو الاحتياجات الخاصة جزءاً كبيراً منهم. وتتوانى بعض المؤسسات عن قبول هذا التحدي بسبب غياب البنى التحتية الأساسية أو بسبب جسم تعليمي غير مدرب على المهارات التي يستلزمها الدمج التربوي. عليه لابد من تغيير المنطق والعودة إلى رسالة التعليم الأساسية وإلى احترام حق كل إنسان بالعمل والوصول بالعلم والوصول إلى المعرفة. لابد لمؤسساتنا أن تكون جامعة للاختلاف، خادمة للاحتياجات، تشخصن برامجها لتتلائم وحاجات الطلاب على اختلافهم، لنساعد طلابنا ليظهروا أفضل ما عندهم ولكيما يبرزوا طاقاتهم فيحلقوا رغم عدم كمال أجنحتهم إلى رحاب مستقبل يحلمون به. من قلب الجامعة ورسالتها، انطلاقاً من إيماننا بالدور المجتمعي الريادي التي لابد لمؤسسات التعليم العالي من لعبه للمساهمة في تطور الجماعة البشرية، تخطو جامعة سيدة الويز هذه الخطوة لتسير على درب الدمج الأكاديمي ولكي تكون مع شركائها في هذه القضية فريق عمل يضم كل فئات المجتمع، لنبدأ حواراً جدياً على صعيد الوطن ونسهم في دفع هذه القضية إلى الأمام. وفي هذا الإطار سوف تستمر جامعتنا في تعزيز واقع الدمج الذي بدأته منذ تأسيسها، وانطلاقاً من أمانتها لهويتها الكاثوليكية في أن تكون واحة لقاء للبشر بتنوع انتماءاتهم دون أي تمييز، كما سوف نستكمل كل الجهود لتمكين المرأة وتعزيز وجودها في المواقع الإدارية والأكاديمية وفي الجسم الطالبي. وتفتخر جامعتنا أيضاً بأن تحتضن في حرمها طلاباً من 76 جنسية مختلفة لتتحول إلى واحة لقاء بين الحضارات والثقافات تغتني كل منها بكنوز الأخرى، ويتحول حرمنا إلى المجتمع الذي نبتغيه، واحة لقاء وحوار لا خصام ونزاع وحروب خاصة على امتداد الوطن العربي. وهذا يتكامل مع روحية وثيقة الأخوة والتسامح التي رفعت في أرض دولة الإمارات العربية المتحدة المباركة إبان زيارة قداسة البابا فرانسيس الأخيرة، والتي أحيي سفيرها الحاضر معنا صاحب السعادة الصديق حمد الشامسي الذي يجول زارعاً بذار الطلاق والانفتاح والمحبة. لقد كانت جامعتنا رائدة وسباقة في الإحاطة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم ومرافقتهم في مسيرتهم الأكاديمية نحو التخرج، والعديد من قصص نجاح خريجين المميزين بحاجاتهم الخاصة وبتميزهم العلمي تشهد على ذلك. لذلك اخترنا أن تكون هذه المرافقة التي اعتاد عليها طلابنا مبنية على أصول علمية وتقنية معاصرة،
لمساعدة طلابنا الذين يواجهون صعوبات أكاديمية على تخطيها وتيسير تعليمهم وتخرجهم من الجامعة بنجاح بدون أي مساومة على جودة التعليم. من هذا المنطلق تأسس قسم الإرشاد الأكاديمي بإشراف مكتب شؤون الطلاب، مهمته مرافقة الطلاب الذين يعانون من صعوبات في التقدم ليتمكنوا من تخطيها بنجاح. وسوف نفتتح هذا العام قسماً آخر يهتم بمرافقة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الصعوبات التعليمية منذ لحظة دخولهم الجامعة، وذلك بالشراكة مع سكيلد الذي أحيي إدارته وطاقم عمله وعلى رأسهم العزيز الصديق الدكتور نقولة أسطى. أما من ناحية كلياتنا فسوف ندخل إلى برامجنا، لا سيما في كلية الإنسانيات قسم علم النفس وقسم التربية، كما إلى كلية التغذية والتمريض، مواد تتعلق بالتربية المتخصصة وبالعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وسوف يتاح لطلابنا في هاتين الكليتين التدرب مع خبراء مركز سكيلد بين فترة دراستهم، ليطلعوا على منهجيات وأسس التقويم وعلاجات النطق وغيرها، فيكتسبوا العملي إلى جانب المبادئ العلمية النظرية، مما يكسبهم خبرات فعالة تزيد من تميزهم وتساعدهم في الانطلاق بنجاح في مجالات العمل المستقبلية بعد التخرج. وعبر هذه الشراكة سوف تعمل الجامعة أيضاً عبر مكاتب الشؤون الأكاديمية، مجلس العمداء ومكاتب شؤون الطلاب، الموارد البشرية، التواصل، التسويق وتكنولوجيا المعلومات، لتدريب الجسمين التعليمي والإداري على الممارسات الفضلة لمرافقة طلابنا ذوي الاحتياجات الخاصة لنقدم لهم الخدمة الأفضل. سوف تقدم الجامعة عبر مدرسة التعليم المستمر فيها برامج متخصصة للعاملين في حقلي التربية والتعليم، ممن يحتاجون إلى تحديث مهاراتهم وتطويرها ومواكبة التطور في حقل التربية المتخصصة والاطلاع على آخر مستجدات تكنولوجيا التعليم، إلى جانب المؤتمرات والندوات التي بدأنا بالإعداد لها بالشراكة مع سكيلد، نطلقها في تشرين الأول المقبل عبر مؤتمر وحلقات تدريبية لرؤساء المدارس ولطواقمها التعليمية بمشاركة أساتذتنا في فرع التربية وأخصائيين من مركز سكيلد ونخبة من أخصائيين أمريكيين. كما نهدف عبر هذه الشراكة إلى إطلاق دبلوم متخصص لمساعدة الأشخاص من ذوي الصعوبات التعليمية والتحديات الإدراكية غير القادرين على اجتياز شهادة البكالوريا، فيوفر لهم هذا البرنامج المتخصص تدريباً وافياً في المهارات التفاعلية والحياتية، مثل الدفاع عن حقوقهم واستخدام المواصلات العامة والتعامل مع مستلزمات الحياة اليومية الضرورية، مثل إدارة الأموال، التعامل مع المصارف وسائر ضرورات الحياة اليومية، من أجل تمكين الشخص من عيش حياة مستقلة بقدر الإمكان وتأهيلهم للاندماج صحيح وفعال في المجتمع. ولأن جامعة سيدة الويزي تؤمن بضرورة الشراكة بين جميع مكونات المجتمع للوصول إلى الغاية المرجوة، نمد اليد اليوم إلى جميع قطاعات المجتمع اللبناني من أجل خلق فريق عمل جامع، لنفكر معاً ونعمل سوياً في سبيل خلق ثقافة دامجة عبر إقامة الندوات والمؤتمرات ونشر الأبحاث والتدريب والتوعية وتفعيل القوانين الموجودة وتحديثها واقتراح مشاريع قوانين جديدة حيث نقصت، فيتحول مجتمعنا إلى واحة حاضنة للجميع يجد فيها كل واحد مكانه على اختلاف تحدياته واحتياجاته، ليكون مواطناً فرحاً منتجاً ويصبح مجتمعنا أكثر عدالة وإنصافا. وهنا لابد من تحية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيوميجيان الحاضر فيما بيننا، كلنا ثقة أن وزارتكم الكريمة سوف تشكل رافعة أساسية لما تقدم. أختتم بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني في إكس كوردي إكليزيه، هذه الوثيقة التأسيسية لرسالة الجامعة الكاثوليكية
فيقول: تلتزم الكنيسة التزاماً راسخاً بالتنمية الشاملة لجميع الرجال والنساء، والإنجيل كما يفسره تعليم الكنيسة الاجتماعي هو دعوة عاجلة لتعزيز تنمية الشعوب التي تسعى جاهدة للهروب من الجوع والبؤس والأمراض والجهل، أولئك الذين يبحثون عن مشاركة أوسع في غنى الحضارة وعن تنمية كفاءاتهم الإنسانية بفعالية، أولئك الذين وضعوا نصب عينيهم نموهم الشامل. لذلك على كل جامعة كاثوليكية أن تشعر بأنها مسؤولة عن المساهمة بشكل ملموس في تقدم المجتمع الذي تعمل من خلاله. على سبيل المثال، ستكون قادرة على البحث عن طرق لجعل التعليم الجامعي في متناول جميع القادرين على الاستفادة منه، وخاصة الفقراء أو الأفراد من الأقليات الذين يحرمون عادة من الوصول إليه. تقع على عاتق الجامعة الكاثوليكية المسؤولية وبقدر استطاعتها في المساعدة في تعزيز تنمية الدول الناشئة. هذا هو هدفنا، أن نعمل مجتمعين لجعل التعليم الجامعي في متناول جميع القادرين على الاستفادة منه هدف لا بد أن يكون جماعياً لنصل إلى الغايات المرجوة. واجبنا تجاه إخوتنا، واجب الدولة تجاه أبنائها، واجب الأهل والأساتذة والمعلمين، لتتحول جماعاتنا الممزقة بالطائفية والمذهبية والإيديولوجيات إلى عائلة يوحدها خير الإنسان. فنسعى معاً كل من مكانه وبإمكانياته وصلاحياته لأن نحول مجتمعنا المفتت إلى واحة لقاء يجد كل واحد فيه مكانه ويتاح للجميع، لا سيما للأكثر حاجة، الاندماج. فنصرخ معا ما أجمل أن يسكن الإخوة معا. بارككم الرب، وكل عيد تأسيس جامعة سيدة الويزي وأنتم بخير ووطننا بسلام. انطلاقاً من رسالة جامعة سيدة الويزي، نحن مدركين إنه نحن مش بس بدنا نتميز من حيث المستوى التعليمي بس، نحن بدنا نتميز كمان من حيث اهتمامنا بكل الطلاب مهما كانت ظروف حياتهم، ومهما كانت حاجاتهم، ومهما كانت صعوباتهم. مكتب شؤون الطلاب ببلش دورنا وقت اللي بيتسجل التلميذ. أنا بفوتي على الانديو ولا مرة حسيت حالي منزوي أو ما عم بقدر فوت على جروب أو ما عم بقدر انخرط في لأنه كان في سبب من الجنسية أو هيك، بالعكس كان المجتمع هيك كثير سبورتيف. من شروط نجاح هذا المسيرة إنه نعرف نضوي على الطاقة الإيجابية الحاضرة بكل عائلة جامعة سيدة الويزي. لما منقيم انه احد التلاميذ هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، في مكتب الاكاديميك ادفايزنج هو بيهتم فيه، بيتواصل مع الاساتذه اللي بده يتسجل معها هيدا التلميذ لحتى يامن الاندماج التام مع غير التلاميذ وبقلب الصفوف تبعه. از تشير بيرسون بنتاكد انه الاساتذه كمان يكونوا موضوعين بالوضع الخاص تبع التلميذ. كوني شخص عندي كف بصر مش سهل الحياة تعيشها مثل أي شخص عادي، لأنه مجتمعنا بينظر للشخص اللي عنده حالة خاصة بنظرة مختلفة. فأنا بالعكس جربت بدعم من أهلي أنه أنا مكفي حياتي مثل إخواتي، فت على مدرسة متخصصة للمكفوفين، رجعت اندمجت بمدرسة عادية، أخذت ترمينال. هون التحدي الأكبر، أخذت شهادة ثانوية بدي فوت على الجامعة. وين بدنا نفوت أي جامعة؟ شو بدنا نتخصص؟ مين معقول يقبلني؟ لأنه فكرة الدمج ما كانت كتير بعد رايجة يعني. أنا أم لوسام ومارك ورالف.
3 أولاد عندهم مشاكل بالسمع وحاطين أباريات. على وقت وسام كان أعلى مستوى صف هو البروفي، بس وسام وأصحابه من عدة مدارس عملوا صف سجوند، كانوا هن أول مجموعة بتاخد ترمينال SV بلبنان. من بعدها صار دور نلاقي جامعة. ربنا ألهمنا، جيت على جامعة سيدة الويزة، فتت على SAO، قلت له جاي بتخصص صحافة، بس أنا عندي كا أنه أنا ما بشوف. عملت فحص، ما في 10 أيام بيتواصلوا معي من الجامعة بيقولوا لي نيكون قبلتي، الجامعة بترحب فيك وبتقدم لك منحة تتبلشي باختصاص الصحافة. عندي عدلة معنوياتي، أنا كشخص قصيرة إذا بتسموني يعني أبسن وأز دورفزم، أنا بتفتكر حالي إنه ولا جامعة تقبلني، عندي قبلتني عملت إدوكيشن سايكولوجي ونجحناها. أول توجه كان لنا للNDU، ما كان شيء سهل لأنه هن بكل بساطة ما كانوا استقبلوا ولا أي طالب عنده مشكلة سمع، فكان نديم بيو لوسام معه وطلب إنه وسام يعمل كونكور دونتري، فحص الدخول. وسام قدم الفحص ونجح بالثلاث مواد يلي قدم فيهم، وبتاني فصل تشجع 2 من طلاب الدورة تسجلوا، عم نحكي بال 2006. دخلت على الجامعة سنة 1998، الانستراكتورز كانوا كتير متجاوبين رغم انه كان شغلة كتير صعبة، خاصة انا ما بقشع على اللوح، بده كل كلمة يحكيها بده يلفظها. اصرار كان دايما انه انا فوت على الصف اتلقى المعلومات مثلي مثلهم، وبالعلامات اخذ اللي بستحقه، انا هيدا كنت بدي اياه. وسام كان اول طالب اصم من العالم العربي ومن لبنان خاصة بيحصل على اجازة. نقينا الميديكال لابوراتوري وعمل ماستر رجع وهلأ بكندا. تلاقوا له شيء مهنة هيك يعني، يا ريت بس بقدر ارجع شوفه. مارك عمل كمبيوتر ساينس. مارك كان تلميذ كتير مجتهد، اخذ معي اكثر من صف، هو كان بيقرا الشفاف، فكنت اهم شيء بالنسبه لي انتبه انه وقت كنت عم بشرح عم بتطلع بوجه تلميذ، مش برمي ظهري للتلميذ. يجي عندي على الأوفيس أور على طول نتأكد إنه كل شيء فاهمه. أكثر من شغلة أثناء الدراسة نعوزها دوم يكون في تجاوب من الإدارة. بلديو كانوا يساعدوني بالكتب، يخلوني تقل على ظهري كمان، لكن يعطوني وقت أوصل على الصف لأنه تعسيتي مش مثل تعسيت شخص آخر. هم كتير إنه التلميذ اللي عنده حالة خاصة ما يحس حاله مختلف عن غيره. التلميذ تبع الميجر طابوليتي كنا كل أصحاب مع بعضنا، كنت أنا أساعدهم بالكافيتيريا دايما يمرقوني، فأنا أزمط بين العالم فتجيب أكل أظهر. ياسمينة باختبارها معنا سمحت لكثير من الطلاب إنه ينخرطوا ويتبادلوا خبرات معها. كل حياتي كنت قاعدة دايما أخشي بلاش أنا قاعد ورا، حسيت أنا كبرنا أنا صار يجي تلميذ جديد، فما بدي أبين أنا جديدة، بلاش أقعد ورا صرت إنه ما أقشع. أكتر وقت فراغي قضيه بالSAO، صار عندي معلومات، يجي طالب يسأل عن شيء قدر فيده، حس عن جد قدي أنا انتميت لهالجامعة. من المدخل للمطعم للدكاترة للإدارة في أشخاص متعاونة، وهذا شيء ما بفتكر موجود بكتير من الجامعات. أنا بركي برات الأنديو ما قدرت أحصل على الجنسية اللبنانية، مع أنه أنا بحس حالي لبناني وما بعرف شيء عن هند لأنه خلقان هون وعيش كل حياتي هون، بس بقلب الأنديو ولا مرة حسيت أنه أنا من غير جنسية. تلاميذ الأنديو كتير متفاهمين، معودين أنه يكونوا منخلطين. جامعة سيدة الويزة قررت تمضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة سكيلد اللي عندها خبرة كتير طويلة بالتعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا التعاون رح يكون على مستويين، المستوى الأول تقييم ملفات هؤلاء الطلاب، والمستوى الثاني هو مساعدة هؤلاء الطلاب والأساتذة على حد سواء لنسرع دمج طلابنا بالمجتمع الطالبي والاندماج بالمجتمع العام. خلوك تتكي على حدك، الأدفايزر كانت دايما حدي، قالوا لك معنوياتك إنه يخندوا always keep up.
الانديو هي الانطلاقة، فتت على مجتمع جديد وانطلقت منها لسوق العمل وبأهم مؤسسات، إن كان إعلام بالنهار أو وزارة الشؤون وهلأ بمصرف لبنان. الانديو هي من أجمل البواب يلي انفتحت قدام الأولاد، لأنه التعليم الجامعي هو مدخل كان لأكيد لحياة أفضل، لحلم كان بالنسبة لكتير من الصم. جامعة سيدة الويزي ومعكم من أول نهار بتفوتوا فيه على الجامعة حتى ما بعد التخرج نحن موجودين حدكم. يمكن من أجمل أيام حياتنا أنا ونديم هو نهار تخرج وسام. وسام نديم كونستانتين with distinction. وسام أول تلميذ أصم بتخرج من جامعة سيدة الويزي. من أجمل المحطات. وبعدين تخرج مارك نديم كونستانتين اللي كمان كان فيه صعوبة أكتر لأنه عنده ضعف أكتر، بفضل الانديو تغلب على هالصعوبات. تخرج بعلامات كتير منيحة ودبر شغل بسرعة. جوني بولس الخوري جبرايل هاجوب أريس حجي أكيوم. أحلى نهار كان عندي، أحلى نهار الجراجويشن. ياسمينة نسيم حتى بقفت كله صار يعبعيته ياسمينة. خرجت بال 2002 تنويه نيكول إدمون تومي with distinction. عرضوا علي كفة إذا بحب أم أي كمان بمنحة، كتير حبيت هالخطوة من الجامعة. كفيت أم أي ميديا ستاديس بالصحافة. يعني بواب انفتحت بفضل هيدي الجامعة. هذا الفيلم الذي أعطى اللمعان لعيوننا جميعاً كما القلوب هو خير شاهد على واحد الدمج التي تسعى الأنديو إلى الارتقاء بها من خلال الدفع الذي تأخذه بواسطة كل طالب رسول آمن بها وبمثالية إطارها. من هذا المنطلق أبت إدارة الجامعة إلا أن تقوم بلفتة بشخص الأب الرئيس بيير نجم تجاه الطلاب المندمجين مع الإدارة الأكاديمية، وعلى رأسها نائب الرئيس الدكتور إلي بدر والعمداء الكرام، الأب الرئيس الذي أدعوه للتفضل إلى المسرح سوف يسلم اللويزيين إطاراً رمزياً مذيلاً بكلمات للذكرى والاتحاد الدائمين التي تقول له من خلالها الجامعة إنها تفتخر به، وهذا هو عرفان لمثابرتك وصلابتك. أبدأ مع الخريجين الأحباء، أدعو للتفضل من الأقدم إلى الأجداد. أدعو حبيب فواز، خرج سنة 2010 شهادته بالجرافيك ديزاين اند مالتي ميديا. حبيب هو اليوم استاذ بلغة الإشارة بالجامعة اللبنانية وجامعة فينيسيا والجامعة الإسلامية. من حي حبيب. أدعو مارك كونستانتين اللي سمعنا ولدته ريفا بالفيلم. مارك خرج سنة 2014 BS in Information and Technology. اليوم هو بشركة ألفا بالقسم المالي Finance Department.
تحية لأهله. وأدعو ألان مارتينوس تخرج سنة 2018 in medical laboratory technology. هو اليوم مسؤول عن الكواليتي كنترول وهو ميديكال تكنيشن بشركة بنتا. أدعو أغوب هاتجاكيان خرج سنة 2018 in electrical engineering. بدي حيي الدكتور العميد أنطوان فرحات يلي ساعدوا عميد كلية التمريض والعلوم الصحية. شكراً دكتور فرحات وتحية لأجوب. أجوب بالوقت الحاضر بلا شغل. أدعو جوني بولس الخوري جبرايل خرج سنة 2018 in communication arts and journalism. هو اليوم administrative assistant مساعد إداري بكاريتاس لبنان. أشكر عميد شؤون الطلاب الدكتور شربل الزغيب على مساندتنا. بنتقل هلأ لطلابنا الحاليين. أبدأ مع كميل كنعان، هو اليوم عم يتخصص بالجرافيك ديزاين. تفضل كميل. أكيد المستقبل ناطر كميل بشغف. شكرا. أدعو محمود ماجد عم يتخصص in communication arts radio TV. تفضل الزميل المستقبلي محمود ماجد، تحية لإلك. أدعو باتريك نصرة BA in psychology industrial. تفضل باتريك. هني باتريك على عقدة الكرافات الحلوة. بدي ادعي رالف كونستانتين ايضا، خيو لمارك عم يتخصص بالكمبيوتر ساينس، وخيو لويسام، ثلاث اخوة يلي بيرفعوا الراس. تحية مجددا لعائلتهم وهالشهادة الحلوة اللي عم بيقدموها. بدي ادعي سيجرت حبوري بي اس ان ميديكال لابوراتوري تكنولوجي. تفضلي سيجرت. تحيه لاليك ولاهلك الحاضرين ايضا بيناتنا. بدي ادعي انطوني اندريا بي اي ان ترانسليشن. تفضل انطوني. أخيراً وليس آخراً بدي أدعي جو حلو عم يتخصص بالمانجمنت. تفضل جو، مسك الختام معك. شكراً لك جو. أبونا الرئيس إذا ممكن تبقى، أبونا بيير إذا ممكن تبقى حدنا، بدنا نعلن عن المفاجأة الحلوة كتير. عرفتكم بالأول على جواد بعيني، قسم منكم بيعرفها بس يلي ما بيعرفها لجواد. جواد بعيني تستحق التصفيق أيضا، لأنه جواد أيضا تعاني من مشكلة سمعية، وهي اللي عم تتولى الترجمة الفورية من خلال اللي مكتوب قدامها من جمعية ليكوت. بدي حييها لجواد. كان عندها مرة إطلالة بإذاعة نشرة النشرة الإخبارية أيضا، نتذكر كتير منيح. بدي حيي أيضا نادرة سماحة الموجودة أيضا بيناتنا يلي كمان عندها مشكلة سمعية. وتحيي لبير جان ماري شامي رئيس جمعية ليكوت على هالبركة يلي حطوها اليوم بهيدا اللقاء، هيدا المثال يلي عم يعطوه انه السمع هو دايما من القلب. اشكر الله عليكم. شكرا ابونا الرئيس. اما الان ابت جامعة سيدة الويسي الا ان تنكر هذا اللقاء، اذا ممكن الموسيقى، ان تنكه هذا اللقاء بألق صغار الكلمة مع اللحن والحنجرة والأداء. فكان أن تم
استيلاد نتاج فني خاص بهذه المناسبة. الكلمة تظهرت من عمق وجدان من تماهى معها لعقود، هو الأب فرانسوا عقل الراهب الماروني المريمي مدير فرع الجامعة في برسا الكورة. اللحن تسامت نوتاته من رهف من يداه أنتجت كل حركة ضبط، هو الأب خليل رحمي الراهب الماروني المريمي قائد جوقة جامعة سيدة الويزي الذي ينوب عنه اليوم في الإدارة الأستاذ فادي خليل. أما التوزيع فهو لمن يتحد فنه مع نترات حرفية لا تنفك تعطي على الدوام، هو صديق الجامعة الدائم الأستاذ إياد كنعان. أما الأداء فهو لجوقة جامعة سيدة الويزي التي رفعت ليس اسم هذه الجامعة فحسب ولكن لبنان أيضا. أما عنوان الكلمات فهو ساعد غيرك، طليعته بعينينا لازم نحمي كل ضعيف جناحه مكسر، قلبه عايز حب ورحمة وعنده حاجة نحبه أكتر، ساعد غيرك ما تتأخر ما تتراجع ما تتكبر. Thank you.